بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما شفتوا بالفيديو السريع، انا موجود بالجي في سي، معي فيلا مساحتها 5600 سكوير فيت. عم نشوف المدخل الرئيسي تبعه، وعم نشوف هون الجاردن الخاصه فيها. اتمنى منكم بالبدايه الاشتراك بقناه الاوس. انا اسمي احمد، يلي بتابعني اول مره، وهي ارقام الواتساب عم تظهر معكم لاي استفسار. الفيلا مؤلفه من 5 غرف نوم. عم نشوف هون المدخل الرئيسي الخاص فيها، من 7 حمامات مع غرفه خادمه مع مخزن مع كراج سيارات. هندخل هون على الغرفة رقم 1، تعتبر ممكن غرفة الجيست روم، او تعتبر الغرفة رقم 1، بنقدر نستعملها كغرفة جيست، بتكون افضل مدخلها مباشرة من الفيلا. عم نشوف هون مساحة الغرفة مع الاضاءة LED مع جيبسون بورد. عم نشوف هون الحمام الخاص فيها، عم نشوف الحمام بشكله كتير حلو. الفيلا معمولة بطريقة مودرن، عم نشوف واجهات دبل جلاس، عم نشوف الواجهات الشبابيك من الأرض لغاية السقف، عم نشوف هون الترافلتينو على إيدنا اليمين، عم نشوف الخشبية، عم نشوف الأرضية الباركي. هندخل على إيدي اليمين نشوف المطبخ. المطبخ مساحته حلوة، مثل ما عم نشوف ألوانه كتير رايقة. عم نشوف هون المساحة بالكامل، جي في سي قريبة على منطقة الجميرة، قريبة على المارينا، قريبة على البرشا، قريبة على مول الإمارات. هندخل على ايدي اليسار، عم نشوف هون غرفة اللاندري، وعندي هون على ايدي اليسار غرفة الخدمة. عم نشوف هون الحمام الخاص فيها، مساحته جيدة، وعم نشوف هون غرفة الخدمة. اي منطقة حابين نقدم لكم اياها بمدينة دبي، ممكن تكتبوا لي اياها تحت بالتعليقات، او ممكن تتواصلوا معي مباشرة عن طريق رقم الواتساب. هندخل لهون على الصالون، عم نشوف هون غرفة السفرة المعدة لـ8 اشخاص. عم نشوف هون المساحة من زاوية مختلفة. عم نشوف هون بار تخديمي لغرفة السفرة، وعم نشوف هون الصالون، وعم نشوف هون الخشبية. نشوف هون الصالون من زاوية مختلفة. عم نشوف هون الواجهات كلها ممكن تنفتح اوت دور. عم نشوف هون البول الخاص بالفيلا، بساحته جيدة. برجع بذكركم، 5 غرف نوم، 7 حمامات، غرفة خادمة، مخزن، مطبخ، البول، وفيها طبعا البلكونات الخاصة فيها. وحنكمل جولتنا. عم نشوف هون الفيلا من زاوية مختلفة، عم نشوف هون البول على ايدنا اليسار، وعم نشوف هون هذا الممر الجانبي الخاص بالفيلا، وعم نشوف هون تراس صغير من ضمن الصالون. سعرها كتير منطقي هلا حاليا بالسوق العقاري. وعم نشوف هون الصالون من الزاوية الأخيرة، هيك بالحالة نكون خدمنا الصالون من كل الزوايا. على ايدي اليمين مباشرة عندي هون حمام الجيست، كمان معمول بطريقة كتير حلوة. عندي على ايدي اليسار عنا غرفة تخزين ضمن الطابق الارضي. هنطلع على الطابق العلوي اللي هو مخصص لغرف النوم، حنشوفهم مع بعض. طبعا برجع بذكركم كمان عندي شقات للاجار بمدينة دبي، بالجميرة، بمارينا، بالبزنس باي، بالداون تاون. ممكن تتواصلوا معي كمان عن طريق رقم الواتساب لاي استفسار. طبعا اجار شهري او سنوي. عم نشوف هون الدرج معمول من الخشب. ندخل على ايدي اليمين مباشرة، تعتبر الغرفة رقم 2 او الماستر رقم 2 ضمن هي الفيلا. عم نشوف هون المساحة من زاوية مختلفة. هنطلع نشوف التراس الخاص فيها اللي بيشوف الاطلالة مباشرة على الشارع. مثل ما ذكرنا انه هي الفيلا ستاند الون واخذة كورنر. نشوف هون المحيط بالكامل، الجي في سي لنا كثير قريبة على كل المناطق بمدينة دبي. رجعنا لهون على الغرفة، هندخل نشوف الحمام الخاص فيها، مساحته صغيرة.
هنكمل جولتنا، هنبتدي كمان من على ايدي اليمين بهذا الموزع اللي هي هي الغرفة تعتبر رقم 3، تعتبر الماستر رقم 3. عم نشوف الإضاءة LED، عم نشوف فرق الجدران، عم نشوف الأرضيات المعمولة من الباركي، عم نشوف التكييف المركزي. طبعا مساحة الغرف كتير حلوة، مساحة المساحة الكلية للفيلا 5600 سكوير فيت، مساحة جيدة. عم نشوف انا الحمام الخاص فيها، كمان معمول فيه ديكورات من ضمن الحمام من سكوريت تابلويات. وعندي هون الغرفة رقم 4، تعتبر اطلالة مباشرة على البول، حنشوفها مع بعض. مساحة كتير حلوة، ديكور كتير رايق. عم نشوف هون المحيط بالكامل. عم نشوف هون الغرفة من زاوية مختلفة، طبعا من ضمنها بلكون. وعندي هون الحمام الخاص بهاي الغرفة، كمان مساحته كتير حلوة، معمول فيه ديكورات كتير رائعة. هنكمل جولتنا ونشوف الغرفة رقم 5 والأخيرة اللي تعتبر أهم غرفة بهاي الفيلا، حنشوفها مع بعض. هاي الغرفة تعتبر الرئيسية، عم نشوف هون مساحة كتير حلوة، من ضمنها بلكون كمان خاص فيها. تكون مخصصة لغرفة رقم 4 والغرفة رقم 5. عم نشوف هون الغرفة من زاوية مختلفة، عم نشوف هون الحمام معمول بطريقة كتير حلوة بواجهة سكوريت. رقم الواتساب لأي استفسار برجع بذكركم. عم نشوف هون غرفة النوم من ضمن الحمام معمولة بطريقة كتير حلوة ومودرن. عم نشوف هون اليونت، وعم نشوف هون القعدة، وعم نشوف هون الشاور الخاص بهي الغرفة. مساحة الحمام كتير كبيرة. كمان عندي هون الدريسنج الخاص بهي الغرفة. هيك بهالحاله خدمنا الخمس غرف، 7 حمامات، الكيتشن، ليفينج، البول، كل التفاصيل اللي شفناها ضمن هاي الفيلا. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله اشوفكم بفيديو جديد وعقار جديد ضمن مدينه دبي. شكرا للمشاهده، بتمنى اللايك، بتمنى دعم القناه اكثر واكثر.